ولمتابعة تطورات المشهد في فلسطين مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين في غزة، والحديث عن صفقة لتبادل المحتجزين في ظل تأزم وضع حكومة نتنياهو، ينضم إلينا عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الفلسطيني محمود خلوف. حياكم الله أستاذ محمود. مساء الخير، الله يعطيك الصحة والعافية. مساء الأنوار. وأيضا ينضم إلينا عبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي. حياكم الله أستاذ طارق. أسعد الله مساءكم بكل خير. حياكم الله. لعلي أبتدئ معك أستاذ محمود، يعني في اليوم 14 بعد 100 لهذا العدوان على قطاع غزة، كيف ترى أثر حكم محكمة العدل الدولية أو هذه الأحكام يعني التي فرضتها على إسرائيل، كيف ترى أثرها على أرض الواقع؟ واضح أن الأمريكان يدركون بأنهم أمام مأزق حقيقي، ولهذا السبب هم أعطوا الضوء الأخضر لقطر وللأشقاء في مصر من أجل البحث عن مخرج، وهذا يتمثل بإيجاد صفقة لخروج حوالي 100 أسير إسرائيلي مقابل تهدئة ووقف إطلاق النار لمدة شهرين. هذا هو عبارة عن مدخل لإقناع الرأي العام الإسرائيلي بأنه لا يمكن تحقيق ما تم الحديث عنه مسبقا بالقضاء على المقاومة، بالقضاء على حماس، بإنهاء وجود المقاومة في قطاع غزة. أعتقد أننا أمام مرحلة انتقالية وهي بضغط أمريكي كبير، كما أن بنيامين نتنياهو لم يعد قادرا على أن يجابه العديد من المآزق، جزء منها الضغط الشديد الذي يتعرض له من عديد الجنرالات المتقاعدين والقيادات السابقة في الجيش الإسرائيلي الذين يضمون أصواتهم إلى جانب أصوات أهالي الأسرى الموجودين بقبضة المقاومة، كما أن الجانب الأمريكي لم يعد بمقدوره أن يغالي بالطرح تجاه الدعم اللامحدود لإسرائيل، وبالذات أن هناك أصوات حتى داخل الكونغرس وبالذات داخل الديمقراطيين على صعيد إيجاد محددات لما تقدمه إسرائيل من مساعدات إلى الجانب تقدمه أمريكا إلى الجانب الإسرائيلي، كما أن هذا انعكاس لوجود خوف متنامي لدى بايدن بأنه قد لا يجتاز الأصوات المطلوبة حتى يكون رئيسا لمرحلة ثانية في الولايات المتحدة في ضوء الانتقادات الجمة على خلفية تبرير الجريمة. الموضوع جدا كبير لأنه لا يمكن أن تجابه قرار محكمة العدل الدولية بنظر كل المثقفين والواعين والمستقلين في أمريكا، حتى لو كان الأمر له علاقة بإصدار قرار بتعليق المساعدات إلى الأونروا. أنا أعتقد موضوع المساعدات إلى الأونروا هي شيء يعني يراد تقديمه لإسرائيل من باب محاولة إيجاد شيء يقنع إسرائيل، من باب الضغط على الجانب الإسرائيلي لإيجاد عنوان واضح وزمن واضح للانسحاب من داخل قطاع غزة، ولو كان الجانب الأمريكي يتناغم مع إسرائيل على صعيد الحفاظ على حزام أمني يفصل قطاع غزة عن ما تسمى مستوطنات الغلاف وما إلى ذلك. نعم. طيب أستاذ طارق، هل تعتقد أن الكيان الصهيوني قادم على مرحلة أو مقبل على مرحلة انتقالية لما بعد حكومة نتنياهو من أجل تهيئة الظروف لإتمام صفقة ما، لإتمام شيء ما؟ يعني أعتقد أنه هذا الأمر أحد أهم التحديات التي تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، كونه أصلاً حكومة الحرب الموجودة، الكل يعلم والكل شاهد يعني حجم التباين والخلاف الذي حصل بين أعضائها. يعني في مرحلة من المراحل قال وزير الدفاع الإسرائيلي أنه قد يضطر إلى استخدام قوات النخبة للدخول يعني إلى الكابينة الإسرائيلي. هناك تباين وخلاف كبير في وجهات النظر حول استمرار المعركة والأهداف السياسية لها، هناك تباين واختلاف في موضوع اليوم التالي لغزة، هناك اختلاف وتباين شديد في موضوع طريقة التعامل مع الأسرى. كل هذه المسائل مرتبطة بالمستقبل السياسي لكل من أعضاء الحكومة المصغرة، الحكومة الحرب الإسرائيلية، وبالتالي انعكاس ذلك على الأحزاب التي يمثلونها. اليوم
الحكومة الإسرائيلية تعيش هذا المأزق. من جهة هي مطالبة أمام جمهورها بإنجاز موضوع صفقة التبادل، من جهة أخرى لا تريد أن تظهر كما ظهرت في 24 نوفمبر أنها لم تستلم يعني أي رهينة إلا عبر الوساطة القطرية الأمريكية المصرية آنذاك. لم تستطع من 24 نوفمبر إلى اليوم أن تحقق أي إنجاز على المستوى العسكري فيما يعني موضوع الأسرى. أما فيما يعني التدمير، المنهج الذي اتبعوه، فقد حققوا يعني تدميرا هائلا في البنى التحتية والكل يعلم ذلك. نعم، يعني هذا هذه المجازر التي حصلت اليوم تأتي في ذات السياق، يعني اليوم كان هناك 19 مجزرة كما تعلم. يعني هذا يعني يظهر الصلف والتعنت الإسرائيلي وضرب كل قرارات الدولية بعرض الحائط. يعني كنا نعتقد ونتوقع أن بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية على الأقل أن تبدأ إسرائيل بالانتباه للعدوان الذي تقوم به على غزة، لجهة مطالبة محكمة العدل أن لا يكون هذا الأمر يؤثر على حياة الأبرياء والمدنيين، وأن توقف عملية الإبادة الجماعية لهم، وأن تحاول وأن تعمل على تأمين دخول المساعدات الغذائية والإنسانية والطبية. لكن للأسف في اليوم الذي صدر فيه القرار وإلى غاية اليوم إسرائيل لم تتوقف عن ما كانت ترتكبه سابقا، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أنهم لا زالوا يعتبرون أنفسهم فوق القانون، فوق القانون الدولي، فوق الاتفاقات الدولية. وهذا كله معروف أنه بدعم الإدارة الأمريكية التي لا زالت إلى اليوم تغطي هذا العدوان. حتى الرأي الإسرائيلي أن هذا الموضوع لا يعتبر ضمن الإبادة الجماعية تم دحضه ونقضه في محكمة العدل. إذا تابعنا رأينا أن المطالب التي تقدمت بها جنوب أفريقيا معظمها تم الموافق عليها، وأغلب القرارات التي تم اتخاذها كان عدد التصويت عليها 16 مقابل واحد أو 15 مقابل اثنين، أي أنه بالأغلبية الساحقة للقضاة الموجودون، ال17 الموجودون في المحكمة. هذا الأمر يعني سيكون له ما بعده إذا استطعنا نحن يعني متابعة هذا الأمر بالشكل القانوني. تعرية إسرائيل وتجريدها من الهالة التي أحاطت بها على مدى ال76 عاما التي مضت يجب أن تتوقف عند هذا الحد. يجب أن يتوقف قتل الإنسان الفلسطيني، ويجب أن يتوقف يعني عدم أنسنة، يعني هم يعملون على تحويل أو تسويق أن الفلسطيني هو ليس إنسان، وبالتالي قتله لا يشكل يعني جريمة إبادة جماعية، أو لا يشكل أثرا قتله في المجتمع الدولي. هذا الأمر يجب أن يتوقف. يجب أن نعمل على يعني تثبيت مخرجات محكمة العدل يعني الدولية كان هناك واستمرار. نعم كان هناك اتهام جاهز لكل من يعارض هذه السياسات التعسفية والإجرامية من الكيان الصهيوني بأنه معاد للسامية، ولكن حكم محكمة العدل الدولية لربما قلب الموازين. أعتقد حكم المحكمة جاء ليقول لإسرائيل أن الغطاء الذي كنتم تتسلحون به دائما قد سقط، وبالتالي ما تقومون به يدخل ضمن جرائم الإبادة الجماعية. وإسرائيل مطالبة خلال شهر أن ترفع تقريرا لمحكمة العدل الدولية تثبت فيه أنها لم ترتكب جرائم إبادة جماعية، وتثبت فيه أنها قد توقفت عن القيام بالأعمال التي تم رفعها إلى المحكمة إلى حين يعني صدور، إلى حين وجود تأكيدات أخرى أو شبهات تنفي هذا طيب الموضوع. دعني لذلك دعني أعود بالسؤال هنا للأستاذ محمود. يعني أستاذ محمود، من المنتظر أن يصوت الكنيست على حجب الثقة عن حكومة نتنياهو، ما هو المتوقع برأيك؟ لا، يعني نحن نتحدث عن أغلبية تمكن بنيامين نتنياهو من الاستمرار. هذا ما يدفع هؤلاء الأقطاب إلى المحافظة على الحكم. أول شيء أنهم الأساس، الأشخاص الثلاث هم ملاحقون قضائياً، وبهذا يمكنهم من عدم اللجوء إلى المحاكمة، وهذا استحقاق. فمثلا ابن جفير ملاحق بحوالي 50 قضية لها علاقة بالاعتداء على الشرطة،
وشاءت الأقدار أن من هو ملاحق من قبل الشرطة على قضايا تمثلت بالاعتداء على أفراد الشرطة أصبح وزير الأمن القومي، ومن ضمن صلاحياته الشرطة. ابن كفير شخص غير محبب للقيادة الأمنية، هو يدرك هذا الشيء ولم يعد أمامه إلا أن يسعى لأن يستمر بالحكم لمدة 4 سنوات، وبالذات أن كل ما يتحدث عنه أقطاب الحكم في إسرائيل من جلب الأمن والأمان إلى المواطنين لم يعد ممكنا تطبيقه. هذا اليوم المقاومة في قطاع غزة من داخل خان يونس قد قصفت تل أبيب الكبرى وقصفت اللد بحوالي 12 صاروخا، وهذا يظهر أن كل ما يتم الحديث عنه من تصريحات وتعبيرات هي فارغة، وأن الأمن الإسرائيلي لا زال يترنح. يضاف إلى ذلك الأزمة التي تعيشها إسرائيل الآن في موضوع الشمال وموضوع جنوب لبنان وإصبع الجليل وما إلى ذلك، وحتى عدم استقرار الوضع الأمني في الجولان المحتلة. لا مجال أمام الفرقاء، لا مجال أمام الأصدقاء في الحكم إلا أن يدفع الأمور باستمرار هذه الحكومة. طيب عفوا أستاذ، برأيك هل إدارة بايدن قد تكون في مرحلة ما مضطرة لإبعاد نتنياهو عن الواجهة عن الحكومة، وبأي طريقة؟ هناك طروحات داخل حزب الليكود بأن بنيامين نتنياهو لم يعد قادرا على إدارة الأمور، وهناك سؤال كبير يتم طرحه من قبل كتاب حتى محسوبين على الليكود، كيف بإمكان شخص متوتر بسبب ملاحقته قضائيا بأن يكون قادرا على إدارة الأمور بأمن وأمان وبشكل يجنب إسرائيل مزيد من الأزمات، وبالذات أن هناك قناعة حتى لدى قادة في الليكود أن بنيامين نتنياهو قد يقدم على مغامرة في اليمن أو في جنوب لبنان في وقت يترنح فيه الجيش الإسرائيلي وغير قادر على ضبط الأمور بما يتعلق بقطاع غزة، وقطاع غزة لا يمكن يعني مقارنة قوة التدميرية مع حزب الله. حزب الله يتفوق بعشرات الأضعاف من حيث القوة التسليح والقدرة على التدمير. هناك خوف لدى المنظومة الأمنية والاستخبارية في إسرائيل حتى لو كان المعلن عكس ذلك، ولكن من يتبع تصريحات المحللين الأمنيين والعسكريين يدرك هذه الحقيقة. ما يتم نقله إلى الرأي العام هو شيء من باب محاولة عدم إظهار إسرائيل على أنها غير منسجمة وعلى أنها ضعيفة، ولكن على أرض الواقع من يقرأ ما بين السطور يدرك بأن إسرائيل هي في حالة الرعب من المقاومة في لبنان وفي فلسطين، ومن يتواصل مع أهلنا في أراضي 48 ومن هم موجودين في المناطق الحدودية الشمالية يدرك بأن الوضع مرعب جدا لدى المستوطنين وحتى لدى الأقلية الفلسطينية الموجودة في تلك المناطق، وهذا بالضرورة يضغط على صناع القرار سواء على مستوى جهاز الشباك والموساد وحتى على مستوى ما تسمى بوزارة الدفاع وهي وزارة الحرب في إسرائيل وحتى على بنيامين نتنياهو شخصيا. وهناك نوع من الثأر، وهذا ما يجب أن نؤكد عليه، أن الجيش لا يقبل بأن يبرر بنيامين نتنياهو الفشل باستخدام اسم الجيش وباستخدام اسم الشباك للزعم بأن ما حصل في 7 أكتوبر هو عبارة عن إخفاق يتعلق بالجيش وحده. الجيش يدرك بأن من يعني يزعجهم ومن أضعف منظومة الأمن وبالذات بما يتعلق بموضوع الطيران والمتطوعين والمدرعات، تلك المسيرات الضخمة التي كانت تخرج في شوارع تل أبيب والمدن الكبرى ضد التعديلات القضائية، وبالذات أن الطيارين وعدد من كبار الضباط قد انضموا إلى هذه المسيرات وقد أعلوا صوتهم ضد بنيامين نتنياهو، وهذا ما أعطى الطمأنينة للمقاومة لتنقض على الوحدات الموجودة على حدود قطاع غزة وبالذات بما تسمى بمستوطنات الغلاف. طيب أستاذ طارق، برأيك هل تستطيع إدارة بايدن يعني إمساك دفة الأمور الآن وإدارتها بعيدا وبمعزل عما يجري في حكومة الاحتلال؟ يعني هناك عدة أمور كما تعلم، لربما محاولات لتوسيع نطاق هذه الحرب، هناك كما تعلم دفة أو عفوا محكمة العدل الدولية والقرارات، وأيضا محكمة الجنايات الدولية الآن هناك قضايا رفعت ضد هذا الكيان، وهناك محاولات للاستمرار بالتطبيع مع هذا الكيان. كل هذه الاستحقاقات لربما تواجه إدارة بايدن،
فهل يستطيع إدارتها بمعزل عما يجري مع حكومة الاحتلال؟ أعتقد أنه ضعف شخصية بايدن وعدم يعني وضوح الرؤية لديه كيف سيعالج ملفات الشرق الأوسط وخروجه من أفغانستان خلال الفترة، يعني متابعة سواء ملف أفغانستان أو ملف العراق أو الملف اليمني والآن ملف حرب غزة، كل هذه الملفات أثبتت أن إدارة بايدن إدارة ضعيفة لا تستطيع تنظيم هذه الملفات وإدارتها بشكل جيد. نتنياهو نفسه قال أننا لن نخضع للضغوط الأمريكية وعلى الإدارة الأمريكية أن تأخذ بعين الاعتبار أن مصالح إسرائيل هي في الدرجة الأولى. حكومة الائتلاف مع نتنياهو بن كفير وسموريتش وغيرهم قالوا أننا نحن يجب أن نقرر نحب أمريكا ولكن لن نحبها أكثر من أنفسنا، وبالتالي هم يتصرفون على أن هذا في تحقيق أي قرار أي أمر أي عمل يقومون به ينظرون في مصلحة إسرائيل أولا، ومن ثم على الإدارة الأمريكية أن تعمل على تغطية هذا الموضوع وأن تعمل على دعم إسرائيل. وهذا ما حصل للأسف منذ بداية الحرب إلى الآن، رأينا في بداية الحرب تعاطفا أمريكيا كبيرا، لا إدارة بايدن أن تفرض بعض الحلول السياسية وبعض الرؤى في موضوع اليوم التالي لغزة، إلا أن اصطدمت بالتعنت الإسرائيلي عندما قال وقتها نتنياهو لا أريد حماستان ولا أريد فتحستان، وبالتالي لم يوافق على أي من المقترحات التي قدمتها إدارة بايدن للحل. موضوع صفقة التبادل أيضا لم يوافق على موضوع الدائمة، لذلك نحن نرى أن الإدارة الأمريكية للأسف بضعفها هي إلغاء القرار والقرار الإسرائيلي الذي دائما يعمل على تنظيم، يعني يعمل وفق رؤيته ويعمل وفق المصالح الداخلية وفق الانتخابات الداخلية التي يعني قد يتعرض لها. وقد ذكرت يعني ذكرت حضرتك منذ قليل أن هناك يعني محاولة للتصويت داخل الكنيسة على حجب الثقة، هذا الأمر أخشى ما أخشاه أن تهرب حكومة الاحتلال إلى حرب على لبنان حتى تهرب من هذا الاحتلال. شكرا جزيلا لك، كنت ضيفي عبر سكايب من بيروت عضو الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي الفلسطيني الأستاذ طارق عكاوي، وأشكر أيضا ضيفي عبر سكايب من الضفة الغربية الأكاديمي والمحلل السياسي الأستاذ محمود خلوف، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين.